بسم الله الرحمن الرحيم. الـ graduation project بتاعنا بعنوان Robotic Exoskeleton for Active and Passive Rehabilitation of the Hand واختصارا APEX Hand under the supervision of Dr. محمد إسلام. الـ team members عمرو محمود، حسن حامد، خالد محمود، ومصطفى محمد، وأنا عمرو محمود هكون بكلمكم خلال الـ introduction. المشكلة اللي شغالين عليها في المشروع وبنحاول نحلها هي عدم قدرة بعض الأشخاص على تحريك اليد بسبب تلف جزء من الدماغ عندهم وضعف العضلات اللي ممكن يحصل نتيجة للستروك أو الترماتيك برين إنجريز أو السبايدر كورد إنجريز. على سبيل المثال ده شخص أصيب بجلطة أدت لعدم قدرته على تحريك اليد وبالتالي أصبح بيحتاج لمساعدة في كل أنشطة حياته اليومية. طيب هل المشكلة دي منتشرة لدرجة تستحق إننا نهتم بيها؟ الحقيقة أيوه. فحسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية في 15 مليون سنوياً على مستوى العالم بيصابوا بالجلطات بيتوفى 30% منهم والباقي بيحتاجوا للونج تيرم ميديكال كير. اللونج تيرم ميديكال كير بيتمثل في الريهابيليتيشن بأنواعها المختلفة اللي منها الأكوبيشنال والسبيتش والفيزيكال بنوعيه الأكتيف والباسيف وده الجزء اللي احنا مهتمين بيه في المشروع بتاعنا. من خلال إعادة التأهيل ومع التكرار بيقدر المخ يريورجنايز اتسيلف بعد الإصابة علشان يحاول يستعيد الوظائف اللي فقدها فيما يعرف بالنيوروبلاستيستي اوف ذا برين. تراديشنالي الريهابيليتيشن بروسيس كان بيقوم بيها الثيرابيست لوحده، لكن دلوقتي انتشر استخدام الريهابيليتيشن روبوتس لمساعدة الثيرابيست في العملية المرهقة دي، ودليل على الانتشار الكبير ده ان الماركت سايز زي ما احنا شايفين بيكبر من 2015 ومتوقع يوصل ل 6.4 مليار دولار في 2025. الحقيقه ان الريهابيليتيشن روبوتس ليها انواع مختلفه، فمنها اللي بيشتغل على الابر اكستريميتيز واللور اكستريميتيز والفول بادي اكستريميتيز، وبتمثل الاكسوسكيلتونز نسبه كبيره منها. ده اللي شغالين عليه في مشروع التخرج بتاعنا. فمشروعنا عباره عن اكسوسكيلتون لاعاده تاهيل اليد بعد الاصابه بالجلطات. بنقدر نتحكم فيه من خلال تو ويز اوف كنترول، الاي ام جي للاكتيف كنترول والويرابل جلوف للباسيف كنترول. البروسيسنج بتاعنا بيتم على الراسبري باي وكمان بيساعد معانا الاردوينو في انترفيسنج مع بعض السنسورز. الاكسوسكيلتون دريفن باي لينير موتورز، وبنقدر الشخص خلال عمليه الريهابيليتيشن انتراكت مع جيم بحيث ما يملش خلال العمليه بتاعه اعاده التاهيل. ودلوقتي خالد هيكلمنا عن الاكسوسكيلتون ديزاين. السلام عليكم، انا خالد ربيع هتكلم معاكم عن الاكسوسكيلتون ديزاين. اولا بالنسبه للهاند اناتومي عندنا في كل فينجر 3 جوينتس، بالنسبه للابهام هما السي ام سي والام سي بي والاي بي، بالنسبه لباقي الصوابع هما الام سي بي والبي اي بي والدي اي بي. وفي كل فينجر من الفينجرز عندنا 4 ديجريز اوف فريدم، 2 ديجريز اوف فريدم في الام سي بي جوينت اللي هما الفليكشن والاكستنشن والادكشن والابدكشن، 1 ديجري اوف فريدم عند البي اي بي جوينت flexion واكستنشن، 1 degree of freedom عند ال DIP joint اللي هو الفليكشن والاكستنشن بول. بالنسبه للميكانيكال ديزاين عندنا الهاند موديول بيتكون من 5 finger assemblies وبالم سبورت بلاتفورم، كل finger assembly actuated by single linear actuator، وكل finger assembly بيوفر لي 55 degrees و 65 degrees range of motion لكل من الـ MCB joint والـ PIP joint. بالنسبة للـ mechanical placement، الـ device بتاعنا هو dorsal device. إيه معنى dorsal device؟ dorsal device إن الـ mechanical والـ transmission components بتبقى محطوطة على الإيد والفينجر من فوق، تمام؟ وبالتالي ده بيمنع الـ collision بين الفينجر components وبيخلي راحة ايد المريض فاضية بحيث بعد كده لو هينتراكت مع اي real object. وده جي اي اف بيوضح ازاي الميكانيزم بيشتغل ويحرك الفينجرز. وده شكل الفينجر اسمبلي بتاعنا وهو بيحرك الفينجر بزوايا مختلفة. وده شكل الفاينل ديزاين بتاعنا بعد تثبيت الفايف فينجر اسمبليز على البالم سبورت بلاتفورم، وعملنا في البالم سبورت بلاتفورم اماكن علشان نثبت فيها اللينير اكتويتورز اللي هتحرك الفينجر اسمبليز.
بالنسبة للديزاين ريكويرمنتس، اولا البراكتيكال كونسيدريشنز. بالنسبة للسيفتي، فالديزاين فيه ميكانيكال ليميت بحيث ان هو ما يقدرش يتني صباع المريض بشكل ازيد من اللازم. بالنسبة للوزن، فهو وزنه خفيف اقل من 500 جرام. بالنسبة للسايزز، ان هو ممكن يجي بـ different sizes. بالنسبة للميكانيكال ديزاين كونسيدريشنز، فعندنا الديجريز اوف فريدم بتاعت كل فينجر 1 ديجري اوف فريدم و 3 بيندنج لكل فينجر. بالنسبة للبيندنج انجل بتاعت الام سي بي من 0 ديجري ل 55 ديجري. بالنسبة للبيندنج انجل بتاعت البي اي بي من 0 ديجري ل 65 ديجري. بالنسبة لاختيارنا للماتيريال، فاحنا اخترنا الاي بي اس ماتيريال اكريلونيترايل بيوتيداين ستايرين. ليه؟ لانها تعتبر ديورابل و سلايتلي فليكسبل. سلايتلي فليكسبل من اهم الاسباب لاختيارنا للاي بي اس ماتيريال، لان الديفايس بتاعنا ريهابيليتيشن ديفايس، فهيتركب ويتشال من على ايد المريض عدد مرات غير قليل، فبالتالي عايزين فيه سنة فليكسبيليتي بحيث ان هو ما يأذيش ايد المريض. وتعتبر الاي بي اس ماتيريال سترونج وهيت ريزيستنت، مقاومه للحراره، وسهل التعامل معاها بعد الطباعه بحيث نظبط الفينش ويطلع زي ما احنا ما عايزين. ودلوقتي حسن هيتكلم معاكم عن الاكتويتر ديزاين. انا حسن خالد، وهنتكلم عن الاكتويتر ديزاين او الديفايس اللي انا هستخدمه عشان يزق الميكانيزم بتاعي بحيث ان انا هحرك الصباع على الاكزوسكيلتون. اول ديفايس هيجي في دماغي هو السيرفو موتور، لان السيرفو موتور بيستخدموه بشكل كبير جدا في روبوتك ابليكيشنز. ايه هي الجوانب اللي خلتني افكر في السيرفو موتور؟ ان هو حجمه صغير نسبيا، ان انا ممكن استخدمه عشان احطه مثلا مع الاكزوسكيلتون بتاعه عشان يزق الميكانيزم. طيب ادفانتج كمان كويسه جدا ليه، هي ان التورك بتاعه كبير بحيث يقدر يشد ويزق الصباع بشكل مستريح جدا من غير ما تكون الفرصه قليله في الزق او الشد. طيب حاجه كمان، ان في حاجه في او ادفانتج كويسه جدا ليه، ان هو في حاجه اسمها روتيشن انجل، ان هو بيلف 360 درجه، فممكن اركبه على الميكانيزم وبالتالي اقدر اعرف البوزيشن بتاع الصباع بتاعي اذا كان مثلا متني 30 درجه او 60 درجه او متني للاخر، عن طريق ان هو في فيدباك بوزيشن انترنال فيه. ايه اللي مش هيخليني اقدر استخدم السيرفو موتور مع الديزاين بتاعي؟ ان هيعمل لي مشكله مع الميكانيزم، لان انا عشان استخدم السيرفو موتور محتاج لينكس او وايرز تزق وتشد الميكانيزم ده. طيب الوايرز دي معرضة انها تتقطع او تترخي، فمش هيبقى مناسب للديزاين بتاعي. كمان ان السايز بتاعه صغير نسبيا، بس عشان اركب 5 سيرفو موتورز عشان تشد وتزق الصباع بتاعي، محتاج ان انا استخدم مثلا مساحة الفوري ارم كلها، فمش هيبقى ديزاين صغير للمريض ومريح، فبالتالي انا مش هقدر استخدم السيرفو موتور بتاعي. بس دي شويه ابلكيشنز نقدر نشوفها، ان انا استخدم السيرفو موتور بتاعي مع الهاندز، لكن مش هاند المريض يقدر يركبها على ايديه عشان اعمل له ريهابيليتيشن، فبالتالي استبعدت السيرفو موتور نهائي من قائمه الاختيارات بتاعتي. بعد ما استبعدت السيرفو موتور بتاعي، ايه الاوبشنز التانية اللي انا ممكن ابص لها؟ عندي 2 اوبشنز كمان ممكن ابص لهم، الدي سي موتور. طيب هل الدي سي موتور مناسب؟ لا، مبدئيا كده هو مش مناسب، لانه هو موتور عادي بيلف يا انتي كلوك وايز يا كلوك وايز، مش هقدر اتحكم في البوزيشن بتاعه والسرعه بتاعته الى اخره. طيب فهو كده مش سيتبل فور ماي ديزاين او الميكانيزم اللي هيحرك لي الصباع. طيب التورك بتاعه هل هو كويس؟ لا، ما فيهوش تورك اساسا. الدي سي موتور عباره عن سبيد، هو بيديني سبيد. ولو بصينا لإكويشن فالتورك inversely proportional مع السبيد. طيب الويت بتاعه، في مايكرو موتورز وزنها بتوصل ل 10 جرام او تزيد شويه او اقل شويه، فبالتالي انا ممكن لو هستخدمه هو ينفع من الاساس، فالويت بتاعه قليل جدا جدا، فممكن يخلي الديزاين بتاعي وزنه خفيف. طيب البرايس سعره قليل جدا جدا ومتاح في الماركت بشكل كبير وموسع جدا.
طيب في حاجة تانية، الشيب ميموري الوي اكتويتور. الشيب ميموري الوي اكتويتور ده بيعتمد على الديفورميشن بتاعت الماتيريال اذا كان درجة الحرارة كبيرة او درجة الحرارة قليلة، بيزود السايز بتاعه لما الحرارة تزيد ويقل السايز بتاعه لما درجة الحرارة تقل. فبالتالي هيبقى عامل لي مشكله في الاوتبوت موشن بتاعته، ان مثلا لو درجه الحراره الخارجيه زادت هيبقى في مشكله في البريسيشن بتاعه البوزيشن بتاع الصباع بتاعي او الميكانيزم بتاعي. طيب هحل المشكله دي ازاي؟ ممكن ابص لحاجه اسمها دي سي جيرد موتور. دي سي جيرد موتور عباره عن دي سي موتور عادي يعني سبيد، بس حطيت عليه سيت اوف جيرز. طيب السيت اوف جيرز دي خلت ايه؟ خليته بترك اعلى. لما ركب سيت اوف جيرز على 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 الموتور السريع فالسرعه بتتحول لترك اعلى. طيب الويت بتاعه 10 جرام يعني حاجه خفيفه جدا، والسايز بتاعه كمان صغير جدا زي ما انا شايف. طيب انا ماشي خطوه خطوه اهو، اديني حققت التورك اللي هيقدر يزق لي الميكانيزم ده بشكل كويس جدا، كمان قدرت اشوف ان السايز بتاعه صغير جدا جدا بحيث ان انا ممكن اركب 5 موتورز على الاكزوسكيلتون بتاعي من غير ما يضايق المريض بتاعي. كان عندي مشكله ان الدي سي موتور يا بيلف يا انتي كلوك وايز يا كلوك وايز. طيب احل المشكله بتاعت الروتيشن دي ازاي؟ عن طريق ان انا استخدم ميكانيزم معين بيحول لي الروتيشنال موفمنت للينير موفمنت، يعني بتتحرك لقدام والورا بحيث انها تزق الميكانيزم، وهو ده اللي انا عايز اوصل له. الميكانيزم اللي انا هستخدمه هكومباين معاه الدي سي موتور هو السكروز زي ما انا شايف هنا في الجي اي اف. مسمار الوز عادي وصاموله، الصاموله لما تيجي تلف على المسمار الالوز فبتعمل لي لينير موفمنت زي ما انا شايف. وبالتالي قدرت بعد ما ركبت السيت اوف جيرز وقدرت استخدم الميكانيزم بتاع السكروز، قدرت ان انا اخرج حاجه اسمها لينير اكتويتور، وده بيتحرك لقدام ولورا ويقدر يزق لي الميكانيزم بتاعي بشكل كويس جدا جدا، وكمان السايز هيكون كويس جدا مع الاكزوسكيلتون ديزاين بتاعي. فبالتالي انا حققت التورك اللي هزق بيها الميكانيزم، حققت السايز ان هو يكون صغير جدا فممكن اقدر اركب خمسة موتورز على الديزاين بتاعي، كمان الميكانيزم هقدر ازقه بشكل كويس جدا لقدام ولورا. في مشكله بقى هتقابلني اللي هي البوزيشن بتاع الاكتويتور ده. زي ما انا قلت الدي سي موتور يا بيلف يا كلوك وايز يا انتي كلوك وايز، فبالتالي انا مش هقدر اعرف البوزيشن بتاع الموتور ده بتاعي فين. عشان اعرف البوزيشن بتاع الاكتويتور بتاعي محتاج حاجه خارجيه تديني فيدباك عشان اعرف البوزيشن بتاعي. طب ايه الحاجات المتاحه؟ الحاجات المتاحه هي السنسورز. عندي سنسور مثلا الفليكس سنسور، لو قلت ان انا استخدم الفليكس سنسور احط على ايدي المريض فالريزيستنس بتاعته بتتغير مع البندنج، فلما الصباع يتني الفليكس سنسور يتني فالريزيستنس يتغير فاقدر اخد فيدباك البوزيشن بتاعي. طيب الفليكس سنسور غالي الى حد ما، زائد كمان مش هيكون مريح للمريض لان انا محتاج احطه على صباع المريض عشان اقدر اعرف البوزيشن بالظبط. طيب عندي كمان البوتنشيومتر رخيصه جدا، ودي اللي انا بستخدمها في الديزاين بتاع الاكتويتر بتاعي، زائد ان البوتنشيومتر صغيره فانا ممكن احطها جوه البوكس بتاع الموتور بتاعي، فالموتور بتاعي او الاكتويتر بتاعي هيكون عباره عن المايكرو دي سي موتور محطوط مع معاه جيرز، محطوط معاه الميكانيزم بتاع السكروز، محطوط كمان البوتنشيومتر عشان تقدر تحدد لي البوزيشن بتاع الموتور ده فين، فبالتالي ممكن اقدر اعرف الصباع البوزيشن بتاعه فين او هو متني قد ايه. ومعانا مصطفى هشام هيكمل جزء الويرابل جلاف فور باسيف كنترول. السلام عليكم، انا مصطفى هشام وهتكلم معاكم النهارده عن الويربل جلاف فور الباسيف كنترول. في البدايه هنتكلم عن الباسيف ريهابليتيشن. الباسيف ريهابليتيشن ده النوع من الريهابليتيشن ان الموفمنت بتاعه الماسل والجوينت بتكون جايه من اكسترنال سورس. ممكن الاكسترنال سورس ده يكون ماشين زي الجلاف بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهارده، وممكن يكون انذر بادي بارت، اني مثلا بعمل ريهابليتيشن للايد المصابه باستخدام الايد السليمه للبيشنت،
او شخص تاني خالص هو اللي يكون بيعمل الريهابليتيشن، ممكن يكون الثيرابيست او اي شخص مجاور للشخص المريض. الامبورتنس بتاعت الباسيف ريهابليتيشن بتتمثل في اشياء عديده، منها انه بيبرفنت الاستيفنس في الجوينت، وبيشتغل انه بيزود الاسترتش بتاعت المصل، وبيزود الرينج اوف موشن بتاعت الهاند. ازاي بقى الباسيف ريهابليتيشن بيقدر يعمل كل الحاجات دي؟ زي ما احنا شايفين في الفيجر، كل السايد افكتس ديبندنت على بعض، واشبه ما تكون بالكلوز لوب. كل ما بيحصل سايد افكت بينتج عنه سايد افكت اسوأ منه. يعني بالمثال اللي في الصوره، المريض بيبتدي يحس بالبين مع الحركه، فبالتالي مع الوقت الحركه دي ما بيقدرش ينفذها زي الاول، ومع تقليل الحركه دي بعد فتره اوتوماتيك للرينج اوف موشن بيقل، وكمان بيحصل شورتنينج في المصل. ولما يحصل شورتنينج في المصل هيحس ببين اكتر، وهكذا في كلوز لوب لحد ما يبقى البين مسيطر عليه. وهنا بيجي دور الباسيف ريهابليتيشن. الباسيف ريهابليتيشن بيقدر انه يحل المشكله دي ويسيطر على السايد افكتس بتاعتها عن طريق انه بيكسر اللوب، عن طريق انه بيخلي البيشنت يكيب الموف بتاعت الهاند، وبالتالي بيسيطر على المشاكل. ولو كان حصل اي ريدكشن في الجوينت رينج اوف موشن، مع الوقت بيقدر يحل الازمه دي، وبالتالي هي دي اهميه الباسيف ريهابليتيشن. واحد من اهم تطبيقات الباسيف ريهابليتيشن هو الباي مانوال ريهابليتيشن. كتير من الديلي اكتيفيتيز اللي الناس بتعملها خلال اليوم بيبقوا محتاجين ان هم يستخدموا ايديهم الاثنين، ويكون في سينكرونايزيشن في الموشن بين التو هاندز. وعلشان تحصل السينكرونايزيشن دي، لازم نفس السيجنال توصل من البرين للتو سايد اوف ذا بودي في نفس الوقت. ولكن في حاله الاستروك بيحصل موتور امبيرمنتس في الجزء من البودي اللي بيتحكم فيه الجزء من البرين اللي حصل فيه الاستروك، ومن هنا بتيجي صعوبه الباي مانوال ريهابليتيشن، ان انا لو جيت احرك ايديا الاثنين في نفس الوقت هيحصل ديلي في السيجنال على ما توصل للايدين الاثنين، وبالتالي بيكون صعب جدا ان انا انفذ اي حركات فيها باي مانوال ريهابليتيشن، وبتمثل عائق كبير على البيشنت. ومن هنا بتيجي اهميه الباي مانوال ريهابليتيشن. الباي مانوال ريهابليتيشن هو ان اقدر اعمل فيزيكال كابلنج بين التو هاندز للبيشنت، الايد السليمه والايد المصابه، باستخدام الاكزوسكيلتون او الروبوتكس عامه. بما ان التو هاندز فيهم نفس السيجنال، البيشنت عاوز يعمل حركه من حركات الباي مانوال ريهابليتيشن، فبكون الايد السليمه هي احسن حاجه ممكن تجايد الايد المصابه للحركه اللي المفروض تعملها نتيجه للسيجنال اللي فيها بس ضعيفه. ومع التدريب الكتير، الباي مانوال ريهابليتيشن بتهلب البيشنتس ان هم يرستوروا الابيليتي عن الموشن سينكرونايزيشن، ان هو يقدر يحرك ايديه الاثنين في نفس الوقت ويرجع لحياته الطبيعيه تاني. نيجي بقى للباسيف كنترول. اثناء الديزاين كنا محتاجين سنسور يكون اكيوريت ويديسكرايب البوز بتاع الهاند فينجر ويز تايم، وتكون الاكيرسي بتاعته عاليه بحيث ان انا اكون بحافظ على الكنترول بتاع الاكزوسكيلتون بحيث ان انا ما اضرش المريض. كان في اختيارات كتير ممكن نختار منها، مثلا البوتنشيومتر، ولكن الفليكس سنسور كان احسن اختيار عن طريق مقارنه السبيكس بتاعتهم. الاوت بتاع الفليكس سنسور بنعمل له مابنج في الاردوينو بحيث انه يكون في نفس الرينج بتاع اللينير اكتويتور فيدباك. بعد كده ببعت السيجنال وايرلس عن طريق البلوتوث للراسبيري باي، ومنها بيتحكم في الاكزوسكيلتون للبوزيشن المعين اللي انا محتاجه. بنستخدم 5 فليكس سنسور لكل فينجر من الايد السليمه فليكس سنسور، بحيث ان انا اقدر ديسكرايب البوزيشن بتاع الفينجرز انديفيدوالي، وبكده احنا بنقدر نديسكرايب السفيشن نمبر اوف ديجري اوف فريدم للهاند كلها. الديزاين بتاع الجلاف بيكون وايرلس، يعني ما فيهوش اسلاك كتير، وبالتالي بيكون يوزر فريندلي بالنسبه للمريض، وما بيكونش الاسلاك كتير حواليه مضايقاه. وده شكل الديزاين بتاعنا. ودلوقتي عمرو عبد السلام هيكلمكم عن الاكتف كنترول. السلام عليكم مره تانية، انا عمرو محمود هكلمكم عن الاكتف كنترول، وهكمل معاكم لاخر السلايد. في الاكتف كنترول مود، الهاند موفمنتس بتكون انيشيتد من خلال الفور ارم ماسلز، والاكسوسكيلتون بيأسست حركه الايد خلال عمليه الريهابيليتيشن. بالنسبه للسنسور اللي بيستخدم في الاي ام جي سيجنال اكوزيشن، ففي الاول استخدمنا السنسور البيتالينو بورد كيت طيب بي ال اي، لكن حصل معانا مشاكل واجهتنا ما قدرناش نكمل بيه بسبب انه البي ال اي مش كومباتبل لحد دلوقتي مع اللينكس ومع الماك، وكمان حاولنا كذا طريقه للستريمنج، لكن برضو كان فيهم مشكله مع الراسبير باي بما ان هي المين كنترولر عندنا، فما قدرناش نستخدم البيتالينو بسبب كده. فاتجهنا للماي وير سنسور
وده قدرنا نستخدم نأكوير من خلاله سيجنال بشكل بسيط. بالنسبة للسيجنال اكوزيشن فحولنا في البداية من انترفيس المايوير ماسل سنسور مع الراسبري باي، لكن بسبب ان احنا بنكونكت الراسبري باي بالباور لاين حصل باور لاين انترفيرنس، فاضطرينا من انترفيس المايوير ماسل سنسور مع الاردوينو ونكوميونيكيت او نسند الداتا من خلال السيريال كوميونيكيشن للراسبري باي عشان البروسيسنج. بالنسبة للسيجنال بروسيسنج فايديالي المفروض نابلاي على الرو اي ام جي سيجنال فلترز ونعمل ريكتيفيكيشن وسموثنج، لكن المايوير ماسل سنسور اللي احنا مستخدمينه بيعمل هو كل البروسيسنج ده ويطلع لنا في الاخر السيجنال بالشكل الموجود في تالت جراف تحت. تمام، بعد كده بناخد السيجنال دي نروح نكمل عليها البروسيسنج على الراسبري باي ونعمل الثريشولد اللي احنا عاوزينه بحيث يقفل ويفتح الايد زي ما هنشوف في الديمو. عملنا للسيستم بتاعنا جي او اي بنقدر من خلاله نأد نيو يوزرز او بيشنتس وكمان نريتريف الداتا بتاعت الاكزيستنج يوزرز. نقدر كمان من الجي او اي بتاعنا نختار التريننج مود سواء كان باسيف او اكتف مود، ونقدر كمان نفيجواليز السيجنال خلال عملية الاكوزيشن. بالنسبة للانتراكتف جيم نعمل interactive game بحيث نموتيفيت البيشنت خلال عملية الريهابيليتيشن وبالتالي enhance the training performance. الجيم هيكون بيشتغل على الفينجرز فليكشن واكستنشن مع حركة الاكسوسكيلتون بتاعنا، وهيكون ليه different levels بسكورينج سيستم علشان الشخص ما يملش وموتيفيته انه يكمل الجيم والريهابيليتيشن بروسيس. الجيم انجن فاحنا فضلنا ما بين كذا جيم انجن واخترنا منهم الفريم ورك لاف عشان compatible مع الراسبري باي وكمان سهل التعامل معاها، والديزاين بتاعها عشان السكريبتنج لانجوج بتاعها هو لغة. والانتراكتيف جيم ده هيكون من ضمن الفيوتشر ورك بتاعنا ان شاء الله. البروجكت بتاعنا سبونسورد من فاكالتي اوف انجينيرنج كاير يونيفرستي وايتيدا